فن التعامل مع الشخصيات السخيفة. جميعنا يختلف عن الآخر، سواء بالتفكير أو بطريقة العيش، وحتى شخصيتنا، منها اللطيف ومنها البغيض. سنتحدث اليوم عن 5 شخصيات بغيضة تحاول دائما الإنقاص من قيمتنا. أولا، شخصية الصارخ، وهو الذي يحاول أن ينتقدك ولكن بعلو صوته المرتفع، ويظن بذلك أن صوته المرتفع يزيد منه قدرا ويدل على شخصيته القوية، وهو عكس ذلك تماما. وعليك أنت في هذه الحالة الحفاظ على هدوئك والابتعاد عنه، ضع مسافة بينك وبينه، فبذلك ستجعله يشعر وكأنه غير مرغوب فيه. ثانيا، الشخصية النرجسية، هي من الشخصيات التي تعشق نفسها بشكل كبير جدا، التي قد تصل بها لحد الغرور، ويظن دائما بأنه محور هذا الكون، ويتظاهر بأنه عالم بكل شيء فيه، وهم ليسوا كذلك أبدا، وذلك نتيجة نقص في داخلهم، ويتقمص هذه الشخصية ليشعر بأهميته في المجتمع. ولكن الحسنة بهم أنهم قابلين للنقد بطريقة المزاح، أو أكثر عليه الأسئلة حيال الموضوع المفتوح. ثالثا، شخصية الموت المبتسم. هذه الشخصية لا تعرف الابتسامة إلا وقت الشماتة والتنمر، مما يعني أنه يستلذ بألم الآخرين، ويحب رؤية تعابير الوجوه عندما يجعلها تعبس. وهنا عليك أن تتصرف وكأنه لم يؤثر عليك، وحتى إن استطعت أن تضحك وتبتسم فافعل ذلك، لأن ذلك سيحرمه من هذه اللذة. رابعا، شخصية ثنائي الوجه، وهو يأخذ دور الثعلب الماكر، وهو شخصية ذكية في آن واحد، يجلس معك طويلا وهو صامت، يفكر ويدرس كيف يمكنه اللعب بك. ومعه عليك أن تتمتع بحس الفكاهة وتلعب به قبل أن يلعب بك، وتخطط معه على فعل شيء بكل حماس، وعند موافقته لا تعمل بالخطة، وحاول أن تستغبيه عندما يقول لك جملة، تظهر وكأنك لم تسمع أو لم تفهم قصده، أمكر عليه قبل أن يمكر بك. خامسا، شخصية ملك الأحزان، وهو الذي لا يرى في الحياة بصيص الأمل، وأن الحياة سوداء قاتمة، ولا يحب أن يرى أحدا يفكر بإيجابية، يفضل دائما تجنب مثل هؤلاء الأشخاص. ولكن لو اضطررت أن تجمع به فلا تسمح له بالتأثير عليك، وعندما يتحدث معك بالسلب تحدث معه بالإيجابية وكأن الحياة وردية، فبذلك سترغمه على أحد الأمرين، إما أن يتحدث بإيجابية لأنه لم يستطع التأثير عليك، وإما أن يبتعد عنك ويذهب ليغرق في أحزانه. أخيرا، إذا كنت تود اكتساب شخصيات لطيفة وودودة، عليك التعامل بأخلاقك الحميدة وتكون ذو وجه بشوش، فقد قيل أسهل طريق لاكتساب القلوب هو الابتسامة ولطف المعاملة.